أشميت بيقول إن أي جسم بيتحط في حاجة فالجسم دوت هيزيح جزء من المية، وكمان الماء هيأثر على الجسم بقوة رفع أو قوة دفع لأعلى، القوة دي هتساوي وزن الماء اللي اتزاح أو الماء اللي اتزاح. تمام، طيب القوة دي بتعتمد على إيه؟ القوة دي بتعتمد على الكثافة. إذا أنا عندي ثلاث حالات، أول حالة يكون فيها كثافة الماء أكبر من كثافة الجسم، فقوة دفع الماء على الجسم هتكون أكبر من وزن الجسم، بالتالي هيدفعه الأعلى إلى أن يصل للسطح. في الحالة دي هيوصل إن وزن الجسم هيساوي قوة الدفع، هنستقر على السطح، وده اللي حصل مع البطة اللي كثافتها أقل من كثافة الماء. أما في الحالة الثانية بيكون كثافة الماء بتساوي كثافة الجسم، فقوة دفع الماء هتساوي وزن الجسم من أول لحظة تحط فيها، هيستقر وهيتعلق تحت السطح.